الصحة والجمال لون جديد للحياة. إذا أردت التقدم والنجاح فاملأ العمر همة وكفاح، وإذا أردت الحياة أن تطيب فتابعوا معي فرح الطبيب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج فرح الطبيب. حقيقة برنامج فرح الطبيب إحنا بس مش بيكون معانا شخص ناجح وإن إحنا بنتكلم عن حياته فقط ونجاحه فقط، ولكن إحنا بنعمل حاجة زي ديت عشان الناس كلها تقدر تستفيد من خبراته وإزاي نجح وإزاي قدر يحقق ده. النهاردة إحنا معانا أحد الدكاترة العظماء في مجاله ومجال الطب، وهو دكتور محمد عبد الله محفوظ، استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام مستشفيات أندلسية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا الساده المشاهدين، اي حد حابب يتواصل معانا يقدر يتصل باحد الارقام الموجوده على الشاشه. بدايه دكتور محمد، عايزين نعرف من هو دكتور محمد عبد الله محفوظ لمن لا يعرفه. انا اسمي محمد عبد الله علي محفوظ، استشاري جراحه العظام بمستشفيات اندلسيه ورئيس القسم، و انا مواليد 16/7. مش لازم نقول السنه. مش عايز السنه. لا حضرتك صغير يعني. انا خريج طب عين شمس دفعه 96، و الحمد لله الامور مشيت مع الواحد في التسلسل الطبيعي في الدراسه لحد ما وصلت للوضع اللي انا فيه دلوقتي. طيب عايزين نبدا بقى بطفوله الدكتور محمد. هي كانت طفوله شقيه شويه. انا كنت مغلب والدي ووالدتي الحقيقه. ما كنتش طفل هادي يعني. طب بس كنت في المذاكره بقى ايه؟ لا الحمد لله كنت في المذاكره كويس. كنت في المذاكره يعني تلعب كويس وقت يعني وقت اللعب لعب، وقت المذاكره مذاكره، ولا وقت المذاكره لعب؟ لا لا لكن وقت المذاكره مذاكره، ولا ما كنتش بقيت اللي انا فيه دلوقتي ده. طيب هل عشت طفولتك كما يجب ان تكون؟ الحمد لله. شايف طفوله زمان دي احسن ولا طفوله دلوقتي؟ والله هو يعني زمان كانت الدنيا اهدى من دلوقتي بكتير. الميديا دلوقتي والانترنت والحاجات دي مخليه الاطفال شويه بينضجوا قبل الاوان يعني. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه انت شايفها يعني؟ والله لحد دلوقتي احنا مش عارفين هي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، بس هو مناقشه الاطفال نفسها لما بتتناقش معاهم بتبقى مختلفه تماما عن الادراك اللي الواحد ممكن يتخيل الطفل ده ممكن يتكلم بيه. نعم. طب وشايف بقى ان وسائل التواصل الاجتماعي والحاجات دي لو كانت موجوده في طفولتك كانت هتبقى افضل ولا لا؟ والله هي ممكن توسع مدارك الواحد الحقيقه. نعم. بس برضو هي ليها برضو كل حاجه بيبقى ليها وذ واجينست يعني. أكيد. كل حاجه ليها ايجابيات وليها سلبياتها بس يعني. هي حتى حاليا هي ليها الايجابيات والسلبيات، واعتقد أكيد. لو زمان كان هيبقى، بس شايف ان ممكن الايجابيات كانت تبقى اكتر زمان ولا هي مش هو الشخص الحقيقه اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ نعم يعني شايف ان الشخص هو اللي يقدر الشخص والاسره طبعا هم اللي يقدروا يتحكموا في القصه دي بالنسبه لاولادهم يعني. نعم. بس هو برضو احنا يعني كان على ايمينا برضو كان التليفونات والتلفزيون والحاجات دي، فبرضو التحكم الاهل بيبقى برضو ليه دور كبير في نجاح يعني كل شيء كان موجود في نجاح في نجاح اولادهم يعني. نعم. طيب هل كنت تلميذ متفوق بقى في الاعدادي والابتدائي؟ والله ابتدائي واعدادي كنت كويس، بس في ثانوي انا شديت جامد بقى عشان المجموع بقى طيب وعملت ايه بقى في مرحله الثانوي يعني كانت عامله ازاي؟ والله هو انا برجع الحقيقه الفضل لمرحله الثانوي دي لوالدي ووالدتي، لان هم كانوا الحقيقه في ظهري وسبورتنج بكل المعاني يعني. سواء العاطفيه او الدراسيه او الماديه يعني، الواحد فعلا يدين لهم بالفضل في الوضع اللي الواحد فيه دلوقتي. تمام. وهل واجهت بقى صعوبات في مرحله الثانوي دي ولا؟ والله لا الحمد لله ما كانش فيه صعوبات ولا حاجه، الدنيا مشيت كويس. في سؤال بقى احب اساله لاي شخص او اي دكتور ناجح، ازاي كنت بتنظم وقتك؟ والله هو تنظيم الوقت الحقيقه بيبقى بايجاد عدد ساعات معينه للمذاكره، وتحاول ان انت تركز وتعود نفسك دايما انك تركز في عدد الساعات دي. نعم. وده ما بيجيش من اول مره يعني، ده محتاج تكرار ومرار بحيث ان الواحد يقدر ان هو يركز فعلا في الفتره دي ويستوعب فيها اكبر كم من المعلومات. تمام. يعني لو حبينا نشوف ان هو فتره الصحيان، لو هو مثلا بيرجع من المدرسه ينام شويه ظهر ويصحى، يعني المفروض ان احنا يبقى عندنا عدد ساعات معين بيتراوح طبعا حسب المرحله السنيه وحسب كم الدراسه. انت بتتكلم مثلا في حدود 5 6 ساعات مثلا. نعم. ممكن متفرقين ممكن متجمعين على حسب هو طاقته الذهنيه، يقدر البني ادم يعرف نفسه الاول هو قادر يقعد فتره قد ايه. تمام. هل هيقعد يقدر ال5 6 ساعات كلهم ولا هيقسمهم على ساعتين وياخد بريك في النص؟ كل الحاجات دي بتفرق. لازم تعرف نفسك الاول عشان تقدر
تطلع الطاقات اللي عندك او ان انت تمام. تقدر تطلع احسن ما عندك فيه. حضرتك بقى كنت بتنظم ازاي الوقت بقى؟ والله انا بالنسبه لي انا كنت تقريبا باخد بريك واحد في النص. كنت بحب انام الظهر شويه بعد ما برجع من المدرسه. نعم. او برجع من الكليه. طبعا ده مرحله الثانوي طبعا. يعني كنت ببتدي مثلا المذاكره من بعد الساعه 5 ممكن اوصلها لحد 11 بالليل. نعم. كده يعني. طيب وبالنسبه بقى لاختيارك لكليه الطب، هل جه اختيارك ولا اختيار المجموع؟ والله هو كان جزء كبير منه اختياري. طبعا المرحله دي بتبقى شويه الواحد بيبقى متخبط فيها. نعم. ما بيبقاش عارف هيوصل ازاي ولا هيعمل ايه. بس طبعا كليه الطب كانت حلم. نعم. الحقيقه الواحد كان بيحلمه زمان. نعم. والحمد لله ان ربنا وفق. تمام. عايزين نعرف بقى هي صفات دكتور محمد عبد الله، الصفات اللي بيتسم. والله هو ده سؤال محرج، انا مش عارف الصفات. انت شايف نفسك ازاي؟ حضرتك شايف نفسك ازاي؟ هو اللي يتسال كده الناس بصراحه. انا يعني البني ادم لما بيسال عن نفسه شويه بيبقى ممكن يقول حاجات هو شايفها في نفسه الناس مش شايفينها فيه. اللي حضرتك شايفه في نفسك بقى ايه مثلا؟ الرضا، القناعه. والله هو الحمد لله انا راضي جدا، قنوع. متفائل. يعني بحاول ادي للحياه طابع ان ما تاثرش عليا المشكلات اللي موجوده. نعم. وده حقيقه كان ليه سبب برضه في ان الواحد يطلع لقدام، لان انت بيقابلك كتير في حياتك صعوبات طبعا ممكن توقفك، بس انت لما بتبقى متفائل وبتكمل وبتامل في ربنا خير الامور بتمشي معاك. اكيد طبعا. في صعوبات واجهت حضرتك بقى في حياتك؟ والله ده اكيد الصعوبات كتير. زي ايه بقى اكترهم يعني؟ او صعوبات دراسة ولا صعوبات كله بقى؟ صعوبات دراسة دي بقى يعني. والله هو انا عدى عليا وقت الحقيقة يعني ايام امتحان الماجستير بتاعي. نعم. في بدايتي كان في عين شمس، في كلية طب عين شمس. كان والدي ربنا يبارك فيه يا رب كان بيعمل عملية قلب مفتوح. يعني كان هيعمل عملية قلب مفتوح بعد امتحاناتي مباشرة تاني يوم. فكان الوضع ده صحيح كان very stressful بالنسبة لي، ومن المواقف الصعبة جدا اللي عدت عليا في حياتي، لان فعلا ساعتها ما كنتش قادر اركز. نعم. بس ربنا وفق والحمد لله. لكن قدرت تتخطى المشكلة دي؟ الحمد لله ربنا وفق والامور الحمد لله، والدي عدى بصحة وعافية الحمد لله. نعم. والحمد لله نجحت في الامتحان الماجستير والامور الحمد لله ربنا وفق يعني. الحمد لله. هل شايف ان ده بالاجتهاد بقى ولا؟ والله ده طبعا الاجتهاد ليه دور، توفيق ربنا الدور الاول والاخير طبعا. طبعا طبعا. طيب من وبركة الدعوة والدين. اكيد طبعا. طيب من حضرتك اخترت كلية الطب، اخترت تخصص جراحة العظام ليه؟ تمام. والله هو جراحة العظام من الاقسام شوية ممكن تقول ان هي فيها صعوبة وفيها تحدي وفيها تشالنجينج بالنسبة للكسور وبالنسبة للإصابات، إن أنت وفيها شوية فن. نعم. يعني إلى حد ما لازم تبقى تالنتد وأنت بتعالج المريض، لأن نعم. أنت بتعالج إنسان. طيب أنا هستأذن حضرتك ناخد اتصال من ريهام من اسكندرية ونرجع نكمل كلامنا. ألو السلام عليكم أستاذ ريهام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ ريهام اتفضلي. أيوة دكتور محمد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. منور الشاشه والله. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. انا كنت عامله عمليه لصديقتي مع حضرتك من فتره، هي كانت عامله حادث وكان الحوض فيه مشاكل، حضرتك غيرت لها ركبت لها شرايح وكده. فانا كنت بشكر حضرتك جدا وسعيده ان انا بشوفك دلوقتي على الشاشه. ربنا يخليك. انا عشان أسعد. اشكرك بصفه رسميه اكتر قدام الناس كلها، وبشكر طبعا المستشفى اللي انا عملت فيها العمليه برضو. اوكي. ان هي فعلا وفرت الحاجات اللي انا احتاجتها بشكل كويس، ومتشكره جدا لحضرتك والمستشفى اندلسيه للاهتمام ده. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. متشكر جدا. نشكر اتصالك جدا يا استاذه ريهام. طيب نكمل كلامنا بقى بخصوص تخصص جراحه العظام، هل كنت مختاره اصلا ومحدده من اول سنه في الكليه ولا هو جه بعد؟ لا هو الحقيقه انا حددته يمكن في اخر سنه في الكليه، او فكرت ان انا نفسي فعلا ان انا بجراح عظام في اخر سنه. لكن ما كانش في حاجه او يعني حاجه مشابهه ليه مثلا تختار بينهم محتار بينهم؟ والله هو كان يعني جراحه العظام وجراحه المخ والاعصاب، هو يمكن انا ميال للجراحات عموما اكتر من الاقسام الباطنيه يعني. نعم. فانا كنت مختار
يعني كنت حاطط في دماغي يا ده يا ده. وربنا وفق بقى انت عارف ان بتاعتنا ساعات بيبقى فيه في مفترق طرق كده بتلاقي ربنا بيسهلها لك في الناحيه طبعا. وبتتسهلش في الناحيه الثانيه صح يعني. صح نعم. طيب مين بقى كده اللي كان السبب وراء نجاحك؟ اكبر سبب وراء نجاحك؟ طبعا الوالد والوالده اكيد طبعا دول سبب مهم جدا. زوجتي هي وقفت جنبي كتير في الفترات اللي هي طبعا ما بعد طبعا البكالوريوس نعم. والماجستير وقفت جنبي كتير وكان فعلا ليها دور كبير في ان يبقى في صفاء ذهن ان انت تقدر تكمل المشوار في التعليم لان احنا شويه التخصصات عندنا بتاخد وقت طبعا ومجهود فبيبقى فعلا لازم يبقى في حد معاك يقدر يهيئ لك الجو ده تمام. وامتى بقى حضرتك اتخذت قرار زواجك بقى؟ والله انا اتخذت قرار زواجي بعد الماجستير على طول يعني انا اتجوزت بعد الماجستير. شايفه قرار ناجح ولا ايه؟ والله الحمد لله اكيد. طيب طيب ايه هي اخر مره حضرتك فرحت فيها؟ وليه اخر مره فرحت فيها ما يعني أقرب. يبقى في فرحه على طول يعني ان شاء الله. احنا عايزين اقرب يعني. والله احنا الحقيقه يعني احنا في مهنتنا دي اما بيمر عليك عيان بتعمله كويس نعم. اما بيمر عليك عيان بيبقى في مثلا ان في احتمالات بتر الطرف من اطرافه وربنا يوفقك في ان انت الطرف ده تقدر ان انت تخليه نعم. يستمر والعيان يقدر يستخدمه كويس دي الحقيقه بتبقى انت بتشوف فرحه المريض في عينيه بتخليك مش يعني طاير من الفرحه الحقيقه نعم. يعني. طب انا استاذن حضرتك ناخد اتصال من الاستاذ خالد ونكمل كلامنا. الو السلام عليكم استاذ خالد. اتفضل يا استاذ خالد. الو عايزين نسمع الدكتور بس. ايوه اتفضل يا استاذ خالد. دكتور اهلا استاذ خالد ازيك؟ ازيك يا اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام دكتور محمد عبد الله سمعت؟ اتفضل يا استاذ خالد الدكتور سامع حضرتك. انا سامعك يا خالد. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. الله يبارك لنا في مصر. ربنا يخليك يا رب. انا كنت عايز اشكر حضرتك على المجهود الكبير اللي عملته معايا في العمليه بتاعه الدراعه ديت و ربنا يخليك يا خالد. هو انت 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 كنت كانت ايه العمليه بتاعتك؟ العمليه كان كشف في دراعي كنت عامل حادث ودراعي كان في التعافي وجاتني مستشفيين قبل ما نيجي المستشفى الهندسيه وكانوا قرروا بدري ورفضنا يعني وطلعنا لحد ما رحنا مستشفى هندسيه حضرتك جيت عملتنا العملية والحمد لله رب العالمين دراعي دلوقتي تمام ومية مية ونحمد ربنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله خير الحمد لله الفضل لحضرتك ونشكر حضرتك جدا فضل ربنا سبحانه وتعالى عارف نقول لك ايه يعني انا عجزان على الكلام والله ربنا يخليك يا خالد يا رب نشكر اتصالك جدا يا استاذ خالد. طيب دكتور محمد عايزين نعرف بقى دلوقتي اكبر فرحه انا افتكرته المريض ده في خالد افتكرته الحقيقه المريض ده كان جاي كان نعم. كان حادث سياره نعم وكان انت عارف في عاده سيئه كده تلاقي السواقين اللي بيسوق العربيه بيقوم مطلع دراعه بره بره الشباك طبعا العربيه للاسف اتقلبت عليه وكوعه اتكحت كله في الشارع يعني في جزء نعم. حتى من عظم الكوع ما كانش موجود والحمد لله ربنا وفقنا يعني هو كان جاي في وقت بالليل متاخر والحمد لله ربنا وفق ان عملنا له العمليه واموره كانت كويسه جدا نعم. جدا جدا وابتدى ان هو يبتدي يحرك الكوع حركه شبه كامله ودي من الحاجات اللي تفرح الواحد جدا طبعا يعني. طبعا يعني ممكن بس دي مش اخر فرحه دي ربنا يجعل فرحنا كتير. طب اكبر فرحه بقى اتمنى حتى لو ان هي تعود تاني مثلا والله هي يعني البني ادم فرحاته بتبقى انواع فاهمني نعم. يعني اكبر فرحه انا عايز اقول لك مثلا لما اتولدت بنتي الكبيره دي كانت فرحه الواحد ما كانش سايعها نعم ربنا يخليها لك فرحه النجاح نعم. ان انت اكتست المراحل المختلفه بكالوريوس ماجستير دكتوراه زماله الحاجات دي كلها بتبقى فرحات فعلا الواحد ما بيبقاش قادر يعبر عنها نعم. لان هي كمان جت بعد مجهود كبير نعم. طيب شايف ان الرضا مهم في حياتنا؟ ده شيء اساسي وعامل مهم جدا جدا يعني نعم. ليه بقى؟ لان الدنيا الدنيا متقسمه ارزاق وكل نعم. واحد بيبقى ليه رزقه فلازم الواحد يقنع باللي عنده ويرضى باسم ربنا سبحانه وتعالى نعم. بقدر الله وقدره
ويبص دايما للنص المليان من الكوبايه مش النص الفاضي. نعم. لان دي مهمه جدا جدا. طيب. جدا في حياه البني ادم ان هو يقدر يطور نفسه ويطلع لقدام. طبعا حضرتك في حاجه تعرضت لها في حياتك كانت صعبه جدا ولكن كنت راضي امامها؟ والله انا يعني اتعرضت لموقف كان صعب شويه. كان ليا اخت اصغر مني كانت اتوفت وده الحقيقه كان من المواقف الصعبه جدا اللي عدت عليا ولكن كنت راضي طبعا بقدر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا في فيديو هنشوفه بس عن الرضا للشيخ شعراوي. من الكلام الجميل جدا الشيخ شعراوي. اكيد. طيب حضرتك بما انك دخلت كليه الطب كليه معروف من اللي هي كليه القمه والكليات الصعبه واجهت صعوبات فيها؟ بالتاكيد في الاول الواحد بيبقى بيواجه صعوبات لان الانتقال. نعم. من المرحله الثانوي للكليه بيبقى ليه طابع معين في الدراسه. نعم. وليه شويه اسلوب مختلف بس هو زي ما قلت لك الاصرار والاجتهاد بيتغلب. طيب. على المشاكل. انا استاذن حضرتك ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا على الصعوبات برضه عشان الصعوبات دي بتواجه ناس كتير. الو السلام عليكم ام كريم. ايه اتفضلي يا ام كريم. لو سمحت انا عندي خشونه في ركبتي. تمام اتفضلي. وعندي نسبه النقرس عاليه بتاكل كده في رجليا ماشي فانا مش عارفه اكل ايه او اشرب ايه. انا رحت الدكتور وقطاني علاج بس لسه لغايه دلوقتي برضه مقلماني وسرعه الترطيب عاليه. تمام هو حضرتك يعني هو موضوع النقرس ده موضوع الحقيقه بيبقى محتاج مجهود شويه في علاجه من ناحيه التحكم في انواعيه الاكل اخد العلاج باستمرار. انا عامله دايت يا دكتور فانا ماشيه مع دكتور. والله يعني نحاول على قد ما نقدر البروتينات الحمراء والبقوليات الفول والطعميه والعدس الحاجات دي نحاول نبعد عنها في الدايت لان ممكن الحاجات دي تزود النقرس شويه الحقيقه. زائد ان احنا محتاجين برضو سواء دايت او مش دايت لازم محتاجين نشرب ميه كفايه وده بيبقى لحد ما حسب وزن الجسم يعني. نعم. محتاجين نشرب اتليست في الافريج بتاعنا من 2 ل 3 لتر في اليوم. تمام. اي استفسار تاني يا ام كريم؟ نشكر اتصالك يا ام كريم. معانا اتصال تاني من مدام وفاء. الو السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا مدام وفاء. السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي دكتور محمد حمد والضيف بتاعه. الحمد لله. تمام اخبار حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور كنت عايز حضرتك في حاجه. امريني. انا كنت من حوالي 10 سنين حصل لي حادثه وعندي دراعي اليمين كان فيه كسر مضاعف وكنت مركبه شرايح ومسامير وشرايح ومسامير بعد كده يعني فكوا وشلتهم والدراع دلوقتي من غير عظم من اول الكوع لغايه كتفي. دراعك من غير عظم؟ من اول الكوع لغايه كتفي بقالي 10 سنين تقريبا. طب تمام. يعني عرضتي نفسك على حد؟ لا لا انا يعني وجيت دخلت يعني نزلت القاهره وفي دكتور شافني وقال لي يعني خلاص يعني هو كده عشان انا عندي سكر وعندي ضغط وكان حصل لي صديد في دراعي يعني كنت مريت بمشكله عدت فيها فتره طويله يعني. دلوقتي المشكله في ان كتفي الشمال بدا يوجعني جدا ورحت للدكتور هنا قال لي انك انت عندك خشونه في كتفك ويلزمك حقنه فرحت للدكتور بتاع السكر قال لي لا بلاش تاخد الحقنه واداني هو علاج تاني وبعدين دلوقتي انا ما بكتب بدراعي اليمين انا بكتب بيه على فكره ان عندي العصب الحمد لله سليم. اما بكتب بدراعي اليمين دلوقتي من اول كف ايدي لغايه الكوع بيحصل لي فيه الم جامد جدا وبيأثر على كتفي الشمال لان كل شغل دلوقتي في البيت وفي حياتي بدراعي الشمال. تمام. هو طبعا هو اكيد في ضغط على الكتف الشمال زائد ان موضوع السكر بيبقى عدم الاستقرار فيه او عدم علاجه بانتظام بيؤدي برضو لزياده نسبه خشونه المفاصل وان بيقلل التئام الجروح وبيزود الـ قدرة الميكروبات على انها تغزو الجسم او تغزو الجرح اللي موجود. نعم. ده على فكرة يا دكتور بعدين مع حضرتك انا بتعالج سكر وماشي مع العلاج مظبوطة. تمام. ماشي مع العلاج مظبوطة يعني سكري كام كده مش مظبوط لا كده عالي كده على طول. طب كويس ده شيء كويس. وبعدين انا عندي خشونة اساسا في رقبي عندي خشونة وعندي هشاشة والتهاب في الكيس الزلالي مشاكل كده برضه. لا نشوفك بقى كده مش هينفع كلام في تليفون. ربي يخليك اصلح حالك. تمام. لا تحت امرك.
بنشكر اتصالك جدا مدام وفاء. طيب احنا هناخد اتصال كمان من حنان منيا ونرجع نشوف الحل مع مدام وفاء. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذه حنان. السلام عليكم يا كابتن. اتفضلي. بقول لك يا دكتور بعد اذنك ممكن توطي التلفزيون بس؟ بحس استاذه حنان ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعينا من التليفون؟ بحس التعب كده هو طالع من بطني للزور، بحس زي هو طلع مني كده، هو تعبانه، عندي احتقان في زوري زي احتقان كده، انا مش عارفه ايه هو، مش قادره اوصفه، بطني تعبانه بعيد عن التخصص خالص، وزوري كده فوق زوري تعبني، عمال اكح، مش عارفه اللي عندي. بس استاذه حنان ده مش تخصص الدكتور خالص، يعني الدكتور تخصص عظام وجراحات عظام. احنا بنشكر اتصالك. طيب معانا ام كريم رجعت تاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه ام كريم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي عايزه اعرف ايه الحاجه اللي بتنزل طيب نسبه النقرس او الحاجه مثلا اي اكل مثلا. حضرتك زي ما قلنا البروتينات اللحوم الحمراء اللي لا مش انا ده ما باكلهوش. تمام. انا عايزه اعرف حاجه معينه مثلا كانوا بيقولوا الطين مثلا بينزل نسبه النقرس عشان ينزل محتاج طبعا محتاج لعلاج زي ما قلنا، ومحتاج ان احنا نشرب ميه كتير، ومحتاج ان احنا نظبط الاكل، ده مهم جدا. يعني لازم الثلاثه مع بعض، والا لو حاجه منهم بس مش هتكمل العلاج. تمام بنشكر اتصالك جدا يا ام كريم. طيب هو انا عايز اسال سؤال بس كده، هو النقرس ليه علاج دائم ولا والله هو يعني مشكله النقرس الحقيقه انها بيبقى فيه املاح معينه نتيجه لتكسير الامينو اسيدز بتاعه البروتينات الحمراء. ودي بتبقى عند بعض الناس بتبقى بنسب زياده شويه، وبالتالي الاملاح دي لما بتطلع بتبتدي انها تترسب في المفاصل، بتبتدي ممكن بالكعب، بمفاصل القدم، المفاصل الاصبع الكبير بتاع الرجل. يعني اذا نشيل السبب نفسه اللي هو بالظبط. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر لو احنا عندنا اعراض النقرس بنبتدي ان احنا نقلل من الحاجات اللي بتزود النقرس ده. الفول من الحاجات اللي بتزود النقرس، الطعميه، العدس، اللحوم الحمراء. القهوه والنسكافيه، الحاجات دي بتزود نسبه النقر. البيبسي. تمام. بلاش البيبسي ده عشان مشكله. طيب انا عايز بس اسال بالنسبه للاتصال اللي هو كان مدام وفاء اللي كانت وضحت ان مفيش عظم من الكتف للكوع، هل ده بيكون ليه حل اصلا او عمليه؟ والله هي كانت بتقول ان هي اللي انا فهمته منها ان هو العظم الساعد كانت مركبه فيه شرايح ومسامير، ده اللي انا فهمته من المكالمه. بس واضح ان هو في الفتره دي نتيجه للاسترس، الجسم بيبقى في ستريس، المريض ما بيبقاش عارفه ايه الاسترس اللي بيبقى في الجسم، ان الجسم بيبتدي يبعت خلايا الدم البيضاء او الجيش بتاعه عشان يبتدي بيحارب الميكروبز، او بيحاول ان هو لو البليتس اللي موجودة او الشرايح بيبقى ليه برضو دور. فمريض السكر شوية الاسترس ده بيبقى فيه لخبطة، وبالتالي بيحصل ممكن تلوث في الجرح، او يحصل ان الجرح مش راضي يلتئم كويس. ودي طبعا بتبقى فيه مشكلة في التئام العظم نفسه مع الشرايح. بس هي اوضحت ان مفيش عظم اصلا في المنطقة. ما هو انا مستغرب بصراحة، الموضوع ده محتاج طبعا دراسة، ومحتاج ان احنا نشوف الاشعاعات دي شكلها عامل ازاي. ولكن هل حاليا وصل العلم ان في زراعة على العظم او كده ولا؟ والله هو احنا بننقل عظم من من اجزاء من الجسم، وفي اجهزة دلوقتي المثبتات الخارجية بتطور جزء منها، ان احنا ممكن ناخد عظم مثلا جزء من عظمة الشظية في الساق. وبنزرعها في المكان اللي فيه مشكله او المكان اللي فيه ديفكت. تمام. وبالتالي بيبتدي الـ العظم يبني على عظمه الشظيه دي. تمام. عايزين نرجع بقى لموضوع صعوبات الكليه بقى. صعوبات الكليه. كانت ايه اكبر الصعوبات، الدراسه ولا كانت في صعوبات تانية في الامتحانات؟ لا ما هو الدراسه والامتحانات شيء واحد. هو الحقيقه هو دراسه كليه الطب شويه صعبه. مش هقول لك كمان على امتحانات الشفوي عندنا. اما ده انا عايز اتكلم فيه من ساعتها. قويه جدا يعني. بس معروفه امتحانات الشفوي بصراحه يعني. على امتحانات الشفوي بتبقى امتحانات الشفوي يعني ليست مقياس اصلا يعني اعتقد. غير لا مش مساله مش مقياس، بس هي بتبقى عايزه ان انت فعلا تبقى مهيئ ذهنيا ونايم كويس ومذاكر كويس وفاهم كويس السؤال، لانه ممكن السؤال يوصل لك بطريقه انت ما تفهمهاش. صح. او تفهمها بصوره ثانيه فبتبتدي تجاوب عليها في حين ان اللي قدامك هو في دماغه ان هو ما سالكش السؤال ده اصلا. نعم.
فدي شويه بتبقى عايزه ظروف معينه تجتمع عشان تقدر ان انت تعدي. تمام. بما ان امتحانات الشفوي اعتقد اتلغت في الفتره الاخيره دي يمكن من جامعه القاهره او عين شمس مش متاكد، بس حضرتك شايف ان ده قرار بيبقى صح ولا؟ والله هو الشفوي زي ما احنا بنقول ان هو مش مقياس، بس نعم. برضو ما ينفعش يتلغي خالص. نعم. لان الشفوي بيدي بيديك تالنت ازاي تتكلم، ازاي الامتحانات دي تقدر تجاوب فيها. يعني ما احنا بره في اجزاء بتبقى نظري، وفي اجزاء بتبقى اللي هي المالتيبل تشويس الام سي كيوز، وفي جزء بيبقى شفوي او عملي، بيبقى ان انت تمام. بيبقى فيه حوار مع الاستاذ وبيبتدي يحس منك انت فعلا دكتور تقدر تأدي المهنة دي ولا لا. نعم. طيب بما ان حضرتك شخص ناجح الحمد لله طبعا، هل كنت بتخاف من الحسد او ممكن تؤمن ان الحسد يضيع نجاح؟ والله هو طبعا الواحد يخاف من الحسد جدا، يعني ان العين حق، بس طبعا الواحد دايما بيقرأ المعوذتين وبيتفائل زي ما قلت لك، وبيحاول ان هو يتخطى الصعوبات. لكن شايف انه ممكن يضيع النجاح الحسد؟ ضيع تماما يعني في شخص ناجح؟ والله ما اعتقدش. يعني ال- ال- الاصرار على العمل وان الاجتهاد ان شاء الله والارتباط بربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله بيتخطى مرحله الحسد دي. تمام. طيب احنا في فيديو هنشوفه عن الحسد نرجع تاني. ان الحسد لا يدخل، يعني تقريبا كلام دكتور عمر نفس الكلام اللي حضرتك قلته، ان الحسد موجود ولكن ما ينفعش نعتمد عليه دايما او نقول ان هو أكيد. ممكن يضيع نجاح او كده. طب شايف في حاجات تانية ممكن تضيع نجاح غير الحسد؟ الاهمال والتوقف عند المشكلات اللي ممكن تواجه الواحد. تمام. الغرور مثلا. غرور اكيد يضيع النجاح. اكيد الغرور بيضيع النجاح، لان هو الغرور بيوقفك عند درجة معينة، فما بتحسش انك عايز تزود علمك او تزود قرايتك او تزود اطلاعك. نعم. فانت بتحس ان انت خلاص انت فوق وصلت الاعلى المرة. فالموضوع ده طبعا بيخلي البني ادم انت وقفت عند مستوى معين واللي حواليك كلهم بيجتهدوا. نعم. طيب هل ما زلت بقى على علاقة باصدقاء الطفولة واصدقاء الثانوي واصدقاء الجامعة؟ والله في كتير انا علاقة بيهم، والحقيقة الحمد لله احنا عاملين حتى جروب على الفيسبوك بتاع نعم. دفعتنا، وده بيبقى شيء لطيف للتواصل يعني. اكيد طبعا. طيب ولسه بتخرجوا بقى وكده ولا؟ يعني هي مشاغل الحياه شويه بتخلي وقتنا ضيق، بس احنا على حرص دايما ان احنا نحاول بنتجمع في اوقات معينه يعني. نعم. طيب الطبيعه بتمثل لك ايه بقى؟ الطبيعه؟ نعم. والله الطبيعه بتمثل لي الهواء النظيف والراحه النفسيه الاسترخاء. نعم. عايزين نعرف بقى هوايات دكتور محمد. هوايات سواء بقى لسه بتمارسها او كانت؟ والله هو انا توقفت عن هوايات كتير جدا الحقيقه. طيب كانوا ايه هم بقى؟ يعني انا كنت كان ليه هوايات رياضيه الحمد لله، انا كنت مجتهد في المجال ده في الكليه. نعم. كنت لعبت فتره العاب قوه وبوكس، و زائد طبعا العاب كرة القدم اللي كلنا بنحبها ما عدا انا يعني. القراية طبعا. تمام. الحمد لله كان الواحد مطلع الى حد كبير. دي اكتر هوايات الواحد كان بيمارسها يعني. طب وايه اللي ما زلت بتمارسه حتى الان؟ والله الواحد بيحاول يمشي بدل لعب الكورة. مراعاة للسن برضو. حضرتك صغير يعني. القرايه برضو بحاول من وقت للتاني ان الواحد يبقى مطلع شويه. شايف ايه اهميه القرايه؟ يعني هي بتدي لك بعد للاحداث اللي احنا فيها، بتدي لك بعد لو حابب تقرا عن شيء علمي، شيء فني، شيء ادبي، بتبتدي ان انت تتوسع فيه ومداركك بالتالي. نعم. بتبتدي تتوسع وبتبقى اقدر على فهم الامور، وتحدثك مع الناس بيبقى. نعم. ليه وقع بشكل اكبر ولبقى اكتر. لبقى اكتر. نعم. طيب شايف ان احنا المفروض الاطفال الصغيرين ازاي نحثهم على القرايه؟ والله بتوفر الكتب، بزياره المكتبات، بان انت تنزل تختار معاهم الكتب وتحسهم على الموضوع ده، تقرا معاهم. تمام. يعني ده شيء مهم. تمام. هل السفر بقى من هوايات دكتور محمد؟ والله السفر طبعا. سافرت قبل كده؟ سافرت. فين بقى؟ سافرت كتير. هم عايزينهم بقى كده. شوف احسنهم ايه.
والله يعني سافرت دول عربية وسافرت دول أجنبية. الحقيقة في كل بلد بتروحها بتلاقي ليها جو معين، ليها طابع معين، بتنبسط فيها انبساط معين. ما تقدرش تقول لا ده دي بلد وحشة ودي بلد حلوة أو ده الوضع فيها مش كويس. لا الحقيقة البلاد، لأن أنت كمان بتبقى زائر أو من ضمن السواح أو رايح عشان مؤتمر معين أو كده، فأنت بتاخد أحلى حاجة في المكان أكيد طبعا. طيب إيه أكتر مكان عجبك في دولة أوروبية ودولة عربية؟ والله النمسا الحقيقة المناظر الطبيعية فيها جميلة جدا، هي وسويسرا. الدول العربية دبي، دبي فظيعة، هي جزء من الخيال. أنا جميلة جدا فعلا. طيب أفضل طريقة للاستجمام بالنسبة لدكتور محمد؟ النوم بس. بس ما فيش حتى بيسين او الحاجات دي؟ والله هي طبعا الحاجات دي بتبقى على في المواسم زي ما بيقولوا، في الفترات، لان انت اجهاد اليوم بيخليك بتوصل على اخر اليوم وبتبقى خلاص، انت بتبقى نفسك فعلا انك تقفل تليفونك شويه وتنام. تمام، يعني ده الاستجمام اليومي. ده الاستجمام اليومي. طب بعد كده على فترات بقى استجمام طبعا بقى. لا السفر مهم جدا، لان انت السفر ده بيخليك تفصل، ما بتستقبلش تليفونات كتير، بتبقى قاعد لوحدك مع الأسرة، فعلا بتستجم في المكان، بتغير جو، بتغير مود. كل ده طبعا لا، وده فعلا الواحد بيبقى محتاجه من وقت للتاني. يعني كل فترة لازم تعمل تفصل الفصلة دي. تمام. هل دكتور محمد عبد الله متفائل؟ الحمد لله متفائل. شايف أهمية التفاؤل إيه؟ والله التفاؤل بيخليك تتجاوز الصعوبات اللي في الحياة، واحنا الصعوبات عندنا كتير الحقيقة، فاحنا محتاجين دايما نحاول ان احنا يبقى في امل في بكرة احسن طبعا. يبقى في تفاؤل بان اللي احنا بنعمله كويس. طيب احنا في فيديو عن التفاؤل هنشوفه لدكتور ابراهيم الفقي ونرجع تاني. تعريف يعني يمكن دكتور ابراهيم الفقي من الناس اللي بتغير كتير في الاشخاص لما بيسمعوهم. هو شخص اراءه قوية جدا الحقيقة. طبعا طبعا. طيب هل في يوم دكتور محمد ندم على قرار خده وليكن دخولك الكلية مثلا؟ لا انا ما ندمتش، لا ما ندمتش على قرار خدته، لا الحمد لله. او اختيارك للتخصص؟ لا الحمد لله. ولا في قرار خدته ندمت عليه عامة بقى في حياتك العامة؟ لا الحمد لله ما ندمتش على قرارات، لان يعني القرارات العادية اليومية ما فيش داعي ان الواحد يندم فيها خالص. بالنسبة للقرارات المصيرية الواحد طبعا قبلها بيبقى فيه استخارة وفي استشارة وتجميع اراء، والواحد بيعمل اللي عليه وفي الاخر بتوكل على الله يعني. طيب خلينا بقى نتكلم شوية في الناحية الطبية بقى. احنا اتكلمنا عن حياة دكتور محمد، عايزين نتكلم عن هشاشة العظام. ايه هي هشاشة العظام؟ يعني في دقيقتين كده نقول هشاشة العظام واسبابها وعلاجها. هشاشة العظام هي وهن العظام، بيبتدي العظم بيفقد الـ الـ الكالسيوم وبيفقد البناء الداخلي اللي جواه. الهيكل الخارجي بيبقى في حجمه الطبيعي، لكن من جوه العظم بيبقى هش ووهن. من أسباب هشاشة العظام طبعا احنا عندنا نوع بيجي بعد السن، في السن الكبير. وفي نوع بيجي طبعا بعد انقطاع الطمس عند السيدات، وده مهم جدا ان احنا نبتدي بناخد كالسيوم، بناخد فيتامين د، وبناخد ادويه معينه تعوض الموضوع ده. تجنب الهشاشه من الاول والوقايه منها طبعا بيبقى في سن الطفوله، ان انت تغذي طفلك كويس، ان انت تدي له كميات البان كويسه. ان انت تمنعه عن شرب البيبسي، خلي بالك دكتور. تمام. لا البيبسي فيه مشاكل كتير، المياه الغازيه فيها حمض الفوسفوريك طبعاً. وحمض الفوسفوريك من الحاجات اللي هي بتخلي تقريبا الكالسيوم بيتصفى من العظم. ودي مشكله كبيره بنواجهها مع الاطفال يعني والاجيال اللي موجوده. هل لازم نستغنى عنه ولا والله بس. يعني انت لو هتشربه في المناسبات اوكي، بس هو الـ 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 البيبسي مع كل وجبه فعلا بيقلل الفوائد اللي ممكن تلاقيها من الوجبه دي، او المعادن او الكالسيوم او الفيتامين د. الحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه للشباب. 24 ساعه زي لا كده لا ده بقى ربنا يعينك. خلي بالك من عظمك. لا لان فتره التاسيس في الطفوله دي مهمه جدا، فتره التاسيس في الشباب مهمه جدا، لان انت الهيكل العظمي ما بيفقدش الكالسيوم في مره واحده، لان انت بتحاول بعد كده تقي شر الكسور من 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 اي سقطه بسيطه، او ان انت تتخبط في حاجه تتكسر. دي على مدار الزمن يعني. دي بتبقى مشكله كبيره جدا في كبار السن. طيب لو رجع الزمن بدكتور محمد تاني، تختار اني فتره ترجع فيها تاني؟ هل هي فتره الطفوله، فتره الاعداديه، او السنه؟ اكيد فتره الطفوله.
فتره الطفوله. فتره الطفوله مفيش مسؤوليه، مفيش همك انك تذاكر تلعب تنجح في المدرسه والامور بتبقى، وتيجي اجازه الصيف تنبسط بيها. نعم. طب انا عايز في اقل من نص دقيقه نصيحه اخيره لكل اللي عايز ينجح، كل شخص يريد النجاح. التفاؤل والاجتهاد. نعم. وتنظيم الوقت. تمام. طيب احنا للاسف احنا انتهى وقت حلقتنا، وكنت اتمنى اقعد مع حضرتك اكتر. انا سعيد جدا بالمقابله دي. الله يخليك، وحضرتك نورتنا النهارده. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا احب اشكر ضيفي اللي نورني النهارده، دكتور محمد عبد الله محفوظ استشاري جراحه العظام. حضرتك نورتنا النهارده يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. ايضا الساده المشاهدين، انا بشكركم على متابعتكم وحسن متابعتكم لينا. استنونا في حلقه جديده من برنامج فرح الطبيب، كان معاكم محمد حمدي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.